On the same graph, it is plot the characteristic IU of a resistor. So the graph, it is in red, and of a generator, the graph which is in what, in green, which are connected together in the same circuit. The intersection of the two lines, this point, is called the operating point of the circuit. Okay, how much is the operating current? قديش عندي كارنت بقلب السيركت؟ طيب المفروض عم يسألني عن شو هون؟ The current. طيب ماشي the اي كارنت؟ على الاي صحيح. انت عندك على الاكس اكسس عندك الكارنت وعلى الواي اكسس شو عندك؟ عندك الفولتج. طيب رسم اثنين كيرف اثنين جراف، جراف للريزستور وجراف للجنريتور. هول الريزستور والجنريتور موجودين مع بعضهم شو بقلب السيركت، يعني بدك تعتبر انت مثلا نقول هيدا الجنريتور، اوكي عندك بلس ماينس، جود، وشو عندك هون؟ عندك هيدا الريزستور. طيب، هيدا الجنريتور بده يضخ كارنت معين بقلب السيركت، رح نسميه مثلا هيدا الكارنت اي. طيب، تمام، هلا اللي عامله هو راسم الجراف تبع كل دايبول عندي اياه. فيني انا اعمل كالكوليشن حتى اقدر اطلع الكارنت اللي هو مطلوب مني. جود. او فيني اعتمد على الجراف لحتى اطلع الكارنت اي قد ايه بيساوي اي اتس ايكوال تو هاو ماتش. اذا هلا بدي اطلع الاي جرافيكالي نوت باي كالكوليشن. طيب مبين من السؤال ملمح لانه بدك تستعمل الانترسكشن بوينت بتوين ذا تو لاينز اوكي تو ديتيرمن ذا وات تو ديتيرمن ذا اوبريتنج كارنت. لانه شو سمى الانترسكشن بوينت بين التو لاينز؟ What did they call the intersection? شو سماها؟ هات لشوف إذا برجع على النص. Operating point. Okay. The intersection of the two lines سماها the operating point. وبالتالي لما نسأل بعد بنا مباشرة على the operating current بيظهر أنه لكن من هيدا the intersection point محله بيتقطع two graphs بدي يطلع أنا شو بدي يطلع the operating current. طيب. يلا بدون ما أفكر كتير قديش ال value of the operating current مبين graphically. يمكن الصورة شوي صغيرة عندكم. Current 1. اوكي، إذا هيدي هي الـ value. So the current is what is 1 watt 1 ampere. إذا graphically the operating current from the operating point it is what it is 1 ampere. هات لنشوف السؤال اللي بعده. عم بيقول how much is the corresponding voltage؟ عم بيقول لك على الـ corresponding voltage يعني بعدنا عم نشتغل على مين؟ على الـ operating point. Now for the operating point, what do we have? What are the coordinates of the operating point? Three. X تبعيته. Okay. The X تبعيته بتساوي 1 ampere. والY تبعيته شو بتساوي؟ بتساوي 3 volts. إذا بيظهر أنه كمان ال operating voltage أو ال corresponding voltage هو شو هو؟ 3 volts. طيب. كيف فيني حل هيدا السؤال بطريقة بطريقة ال calculation مش graphically. هلا طبعا عامل كالكوليشن بدي اشوف اي نوع من السيركت عندي سيريس ولا بارلل وبدي اعرف خصائص الجنريتر وخصائص الريزستور اللي عندي. تعالوا نحدد لكل دايبول اوكي شو عندي كاركترستكس. يلا للجنريتر شو عنده للجنريتر يا جماعه الخير؟ الجنريتر عنده دائما it is characterized by its electromotive force E and its internal resistance اوكي small r. وعندك الريزستور كمان في عنده الريزستنس تبعيته. تعالوا نحدد مثلا الريزيستنس تبع الريزيستر. Now big R how much it is؟ تعالوا نرجع للجراف. يلا خليني خصص اذا بدكم اللون الاحمر حتى نحكي عن مين؟ عن الريزيستنس هون. يلا R is equal to how much؟ كمان مين بيقول لي جرافيكالي how can I get the resistance of the resistor؟ شو هي الاومز لو للريزيستر؟ شو العلاقة اللي بتربط الـ U مع الـ I؟ اوكي، أنا إذا بعرف بالنسبة للريزستر عندي U equals RI، عفك، طيب، إذا كان هيدا هو الحكي معناتها الـ R هي شو بتمثل بالنسبة لهيدا الجراف؟ الـ R ما هي إلا شو؟ إلا السلوب، صح ولا لا؟ لأنه شكلها Y equals AX. يلا تعالوا نطلع السلوب من ورا هيدا الجراف، نقول له لكن الـ R هي نفسها شو؟ الـ R هي نفسها السلوب تبع الجراف اللي بالأحمر. يلا، كيف بدي أطلع السلوب هون يبان حالي هيدي؟ انت عندك straight line passing by the origin شو بتعمل؟ كيف بتطلع السلوب لاي line graph؟ امبارح اشتغلناها اخر الحصه. شو بتعمل؟ السلوب هي شو؟ change in y على شو؟ على change in x. So it is what it is y2 minus y1 over what over x2
x2 minus x1 minus x1. طيب اذا عندك انت الجراف بيمر بالاوريجن في وحده منهم 0 0 بكفي تاخذ اذا بدك نقطه من النقط اللي عندك هون. اوكي سو السلوب حتكون هون اذا بدك بهالحاله هيدي حتكون مثلا u over what u over i حتكون y over x. اوكي قد ايه الواي تبع هيدي النقطه مثلا هون عندك اياها؟ عندك اياها 3 3 سو ات از وات ات از 3 فولتس ديفايدد باي الكارنت هون قد ايه عندك اياه؟ عندك يا 1 امبير سو ات از 3 اوفر 1 سو ذا ريزيستنس اوف ذا ريزيستر از وات از 3 اومز. ماشي يلا تعال نشوف خصائص الجنريتر. مين بيقول لي بالنسبه للجنريتر شو بعرف معلومات عنه من ورا الجراف؟ يلا هاو كان اي ديتيرمن اي اند هاو كان اي ديتيرمن ار. يلا عملناه هون امبارح استاذ الاي هي 5 ايوه تمام 100%. اذا الاي شو بتمثل؟ الاي بتمثل الواي انترسبت. اذا بتتذكروا الملاحظات اللي حكيناها هون امبارح لكن الار هي شو هون؟ هي السلوب. اوكي الاي حتمثل شو؟ حتمثل الواي انترسبت بالنسبه للجراف. والار مين بيقول لي الار شو بتمثل؟ الار ات از وات اي الار حتكون هي ماينس شو؟ ماينس السلوب صح ولا لا؟ الار حتكون هي ماينس السلوب لانه السلوب هي شو؟ هي نيجاتيف للديسندنج جراف. عافاكم. اذا الاي هي الواي انترسبت سو ات از ذا واي انترسبت اوف ذا جراف سو ويتش از وات ويتش از از يو سيد ات از 5 فولتس. يلا السمول ار قديش بتساوي؟ السمول ار اوكي اوكي ماينس السلوب. تعالوا نطلع السلوب بالاول وبعدين نقول دغري الار قد ايه بتساوي. السلوب قد ايش بتساوي بالنسبه لهذا الجراف؟ تعالوا ناخذ هذا الجراف هون اللي بالاخضر ونشوف السلوب قد ايه بتساوي. السلوب ايكوالز يلا استاذ ناخذ 0.5 عافاك. اوكي اذا باخذ يو2 ماينس يو1 فولتج 2 ماينس فولتج 1 ديفايدد باي وات؟ ديفايدد باي كارنت 2 ماينس وات؟ ماينس كارنت 1. واي2 ماينس واي1 اوفر اكس2 ماينس اكس1. اللي عم يلعب دور الواي هو الفولتج واللي عم يلعب دور الاكس هو مين؟ هو الكارنت. يلا سو ات از ايكوال تو يلا فينا ناخذ هاي النقطه. طيب هاي النقطه شو عندها كوردينيتس؟ هيدي النقطه اللي هون مثل ما اتفقنا عندها 2.5 اوكي امبيرز وشو و0 فولت. اوكي وهيدي النقطه اللي هون شو عندها؟ عندها 0 امبير اوكي وعندها 5 فولتس. اوكي فينا ناخذ مثلا هيدي اذا بتكون اذا يو2 ماينس يو1 اذا 0 ناقص 5 قسمه. اوكي اكس2 ماينس اكس1 اذا 2.5 ماينس وات؟ ماينس 0. طلعناها امبارح قديش طلعت عندي؟ طلعت عندي ناقص 5 على 2.5 قد ايه بيطلع بيطلع عندي نيجاتيف 2 اومز. اوكي سو ذا ريزيستنس از ايكوال تو وات؟ So R is equal to the opposite of the slope. So it is equal to what? To 2 ohms. So equals 2 ohms. ماشي. لكن صار عندي هيدا السيركت. صار عندي هيدا السيركت. بدي طلع الكارنت جواته. وبعرف كل المعلومات عن الجنريتر. الجنريتر هو 5 volts 2 ohms. اوكي. والريزيستر عنده ريزيستنس قديش بتساوي؟ بتساوي 3 ohms. يا ترى اذا وصلتهم مع بعضهم بهيدي الطريقة قد ايه بيطلع عندي الريزلتنت كارنت بقلب السيركت؟ اذا I need to transfer this image to the next slide. يلا هات لنشوف مين عنده فكره كيف بدي اشتغل هلا؟ شو الستيب اللي جاي؟ بعد الشغل باي كالكوليشن. انا I'm going to work okay to solve the problem using calculation. I need to determine the current. يلا مين بيقول لي شو لازم اعمل هون انا؟ استاذ نحن معنا اليو نحن معنا اليو اي يو فيون؟ لا ما معنا اياها. اذا عم تعتمد على الجراف معك اياها بس اي يو فيون؟ هات لشوف. ايه يلا قل لي. للجنريتر. قد ايه بتساوي؟ قد ايه الفاليو تبعيتها؟ 5 فولتس ما هيك؟ صح. هيدا بس هيدي شو هي ال 5 فولتس؟ الاي ايوه بس مين اللي قال لي انه هلا حق ليك؟ ليك نحن شو تعلمنا؟ تعلمنا من الكاركترستيك تبع الجنريتر على الاي استاذ. اها صحيح مزبوط اللي انت عم تقوله مزبوط بس الار بنقص الار ضرب الاي صح؟ بنقص الار ضرب الاي مزبوط اللي عم تقوله بس بعرف الاي قد ايه بيساوي؟ ما بعرف الاي قد ايه بيساوي الا اذا اللهم عم تقول لي انا حليته جرافيكالي. انا عم اقول لك معك انا عم اشتغل هلا بميثود ثاني عم اشتغل باي كالكوليشن.
I'm refinding I. I knew that I is 1 ampere now in the circuit, and that the voltage across the generator is 3 volts, okay, which is the same across what? Across the resistor. Okay, that was determined graphically. Now I'm using the calculation method, okay, to determine the current. إذا مثل ما عم بتقول الـ E بدي ناقص منها الـ RI بس ما بعرف الـ I، عم بفترض حالي ما بعرف الـ I تبسي. يلا ما بيلي شو المعادلة اللي بدي اكتبها هلا هون أنا؟ شو عندي هون بهذا السيركت؟ الفولتج اللي طالع من الجنريتور مين اللي عم ياخده؟ في شغلة واحدة بس عم تاخده، مين هي؟ الريزستور. صحيح، البطارية موصلة بس على هيدا الريزستور، ما في جنبها ريزستور تاني، ما في جنبها لامب ولا موتور. إذا الفولتج أوكي اللي جاية من الجنريتور أو اللي طالعة من الجنريتور، الريزستور عم يستقبله مثل ما هو. اوكي هو اللي على الريزستور. طيب سؤال، according to Ohm's law UPN is equal to how much؟ يلا مين بذكرنا بالOhm's law for a generator؟ هلا قال لي يمكن وديع اللي بعمل E ايه اللي بعمل E minus RI. شو الـ UPN بتساوي للجنريتور؟ استاذ قالنا انه الـ minus R times I اوكي بلس وات بلس اي عفك. يلا شو هي الاومز لو لل شو اسمه للريزستور؟ واتس اوم لو فور ذا ريزستور؟ يلا ار اي بلس اي بلا زعبره روح شوي. الريزستور ما عنده باك الكتروموتيف فورس. الريزستور ما ننسى الاساس الاومز لو. شو الاومز لو للريزستور؟ يو شو بده؟ ار تايمز ار تايمز اي. لحظة حكيت 500 كلمة، قل لي شو بكتب؟ R time I استاذ. بس خلص خلصنا هيدي صح. يلا مين بدي يطلع أنا؟ مين بدي يطلع أنا؟ بدي يطلع الكارنت قد إيه بيساوي. يلا هاي الإيكويشن كم عنون فيها؟ السمول R طلعناها سوا هلا، أوكي؟ قديش بتساوي السمول R مثل ما شفنا بالسلايد اللي قبله؟ يلا إذا بدكم رجعوا شوفوا. السمول R قد إيه بتساوي؟ 2 أومز. البيج اي قد ايه بتساوي 5 فولتس، والكابيتال ار قد ايش بتساوي 3 اومز. رح سجلكم هون على جنب. اذا لقينا الجنريتر عنده انترنال ريزيستنس بتساوي 2 اومز، عنده الكتروموتيف فورس بتساوي 5 فولتس، اوكي؟ لانه الجراف مبلش من 5، ومن ورا الجراف تبع الريزيستر لقينا انه الكابيتال ار قد ايش بتساوي؟ الكابيتال ار ات از ايكوال تو وات 3 اومز. طيب يا جماعه الخير، يلا تعالوا نعوض نيميريكالي كل شيء بقيمته، يعني ماينس سمول ار تايمز اي. يلا على السريع ساعدوني بدل ما انا اكتب انتم حلوا عنه ماينس. يلا اشتغلوا عنه. اوكي يعني ماينس 2 اي اوكي بلس 5 ايكوالز اوكي. يلا بدل الار شو بدي احط؟ 3 حلو ليكو المعادله ليكو الاكس ليكو الانون. شو بدي اعمل هلا؟ بدي اجمع اللي فيهم اي لجهه من الايكوال، والكونستنت شو بدي اخذ؟ بدي اخذهم للجهه الثانيه. خلي الخمسه محلها، خلي الفايف محلها. اوكي هل 3 اي تركتها محلها، الماينس 2 اي سحبتها لبعد الايكوال، شو بتصير؟ بتصير بلس وات؟ بلس 2i لكن صار 5 equals اوكي 5i. شو اللي بضربه بخمسة بيعطيني خمسة، معناتها الi شو بتساوي؟ الi equals how much؟ i equals 5 over 5 so it is equal to what؟ it's equal to 1 ampere. شايفين؟ اوكي يعني ال 1 ampere هيدي تبع الاوبريتنج بوينت طلعتها باي كالكوليشن. يلا يا جماعة ناقصني شغلة واحدة، ناقصني طلع قديش بتساوي ال UPN وقديش بتساوي ال UR بهالحالة هيدي. طيب يلا بدي زعبر حاكتبهم ما معي سبيس زيادة. إذا وكأنه هيدي الستيب نمبر اي اوكي، وكأنه هيدي الستيب نمبر اي. ناو الستيب نمبر بي، يلا هاو ام اي جوينج تو فايند ذا فولتج ناو؟ هاو ماتش فولتج از اكروس ذا جنريتور اور هاو ماتش فولتج از اكروس ذا ريزستور؟ يلا شو بعمل؟ مين عنده فكرة؟ يلا بيطلع اليو بي ان قديش بتساوي لك انا اليو بي ان او اليو ار؟ ما عرفت الكارنت قديش؟ هي اليو بي ان شو بتساوي؟ ماينس ار اي الله ينعم عليكم بلس اي. اوكي يعني هي معناتها ماينس 2 تايمز قديش الاي طلعت معي؟ 1 امبير. والاي قديش عندي اياها؟ عندي اياها 5. معناتها قديش بتطلع اليو بي ان بهالحاله هيدي؟ ناقص 2 زائد 5 بتطلع 3 فولتس. تفاجئ شيء؟ ما انا بعرف عنها 3 فولتس. لا انها 3 فولتس. اوكي تعالنا نعمل فيريفيكيشن كمان. اليو ار هي المفروض بتساويها قد ايه بتطلع عند اليو ار؟ اوكي اليو ار هي ار اي. اوكي جود قديش الريزستنس؟ هي 3. الاوبريتنج كارنت قديش طلع معي؟ 1 امبير. 3 تايمز 1 اتس ايكوال تو وات؟ اتس ايكوال تو 3 فولتس. لكن يطلعوا بيساووا بعضهم، معناتها شو؟ دي ار وات؟ دي ار ايكوال. سو معناتها شغلي صح.
إذن يا اما بيشتغلون جرافيكالي يا اما بيشتغلون باي وات باي كالكوليشن. باي كالكوليشن بحدد نوع السيركت اللي عندي، مثلا افترضت لنقول هون عندي بارلل سيركت اذا بدك، اوكي، او سيريس ما بتفرق كثير، اوكي. فاليو على الجنريتر هو نفسه اليو على الريزستر، فكتبت الايكويشن هيدي، بعدين فصلت شو يعني اليو للجنريتر، اوكي، اومز لو، جود، شو يعني اليو للريزستر، اومز لو، وبعدين عملت بروسيدنج لعمل شو، لعمل سولف فور وات فور اي، لقيت الاي برجع بعوضه بقلب وحده من هول التو ايكويشنز تو فايند وات تو ديتيرمين ذا فولتج. صعبه شيء هيدي الطريقه؟ لا يا استاذ. هيك بنحل السيركت اللي بيكون في عندي شو، اللي بيكون في عندي فيه جنريتر وريسيفر. اذا هلا نحن يا جماعه عم نشتغل على اليونت 4 هلا بهالحاله هيدي، اوكي. انتم كتابكم مقسم لثلاث يونتس، مثل ما قلنا اليونت 1 كانت بتحكي عن شو، عن الالكتريسيتي، هلا بعدنا مخلصين منها. في عندكم اليونت 2 واليونت 3، اوكي، بيحكوا شيء عن الفايبريشنز، اوكي، والويفز، وفي شيء بيحكي عن شو، عن الاوبتكس، عن علم البصريات والضوء والرفراكشن والرفراكشن وهالشغلات هيدي، اوكي. والبارت نمبر 4 اللي نحن هلا عم نشتغل عليها، اوكي، اللي هي بتحكي عن شو، عن الميكانكس. طيب احبابي، حدا عنده فكره الميكانكس شو الانترست تبع؟ يعني شفنا مثلا الالكتريسيتي بيهتم بالسيركتس، اوكي، بيحكي عن شيء اسمه باتريز، ريزيسترز، موتورز، اوكي. انا ممكن انا الاقي شغلات مثلا بقلب الميكانكس، مثل مثلا مثل الفورس. طيب شوف عندي شيء ثاني غير الفورس، مثلا احكي عن الفورسز، ممكن شو كمان؟ الويت. طيب اكزامبل عن الفورس اذا بدك، مثلا الويت، ماشي. الويت بتعرف شو هو الويت؟ هو اختصار لاي فورس، يعني اي فورس بالطبيعه انا بسميها ويت. الجرافيتي. عفاك، اللي هي الجرافيتيشنال فورس 100%. طيب تمام، يلا يلا هات لشوف عم نعمل هيك، شو بيقولوا عصف للدماغ اللي عندنا او للافكار. يلا اذا هي الجرافيتيشنال فورس هي الويت، جود. يلا شو بتعرفوا اكثر كمان عن الميكانكس؟ شو بتدرس الميكانكس غير الفورسز؟ ميكانيكال فورسز. بعدك ضمن الفورسز، قولوا اي فكره بتطلع، اي فكره بتخطر على بالكم من الشيء اللي اخذينه بالميكانكس. الفورسز. اها، مين هو هيدا الفرنش اديكيتد اللي عم يحكي لي عن؟ اذا ممكن نحكي عن شيء اسمه فيلوسيتي اذا بدك، او سبيد، اوكي، اللي هي السرعه، اوكي، فيلوسيتي اور وات اور سبيد. طيب سؤال، سؤال هلا انا كان المفروض ما اكتبها هون بالمين برانش، اوكي، لازم المفروض فرعها اكثر حقيقه. هون مين اللي بيكون عنده فيلوسيتي او سبيد؟ الكار. اها، الكار. الكار بشكل عام، بشكل عام شو بيكون في عندي؟ في عندي اوبجكتس ذات ار وات، في عندي اوبجكتس ذات ار وات، ذات ار ان موشن، اوكي. معناتها يا جماعه الخير، شو هي الميكانكس؟ انت عندك الفيزيكس، جود. الفيزيكس شو بتعمل؟ بتتقسم لكذا برانش، واحدة منهم مين هي؟ مثل ما قلنا الالكتريسيتي، الثانية مثلا الاوبتكس، جود. بتعلمك كيف تعمل مايكروسكوب، بتعلمك كيف تعمل مثلا نقول الاي جلاسز مشان تصلح الخلل بالبصر عند الاشخاص، كيف تعمل عمليات جراحية لحتى تظبط شو بيقولوا العدسة تبع العين الى اخره، اوكي، جود. في عندك مثلا شو بعرفني شيء اسمه كوانتوم فيزيكس اذا انتم سامعين في هذا الكلام، اوكي، مثلا نقول كوانتوم فيزيكس، جود. في بعدين شيء عندي بيحكي عن الويفز، عن الفايبريشنز، اوكي. وفي شيء اسمه شو، في شيء اسمه ميكانكس. الميكانكس يا جماعه شو هو البوينت اوف فوكس تبعه؟ على شو بيركز الميكانكس؟ ات ستاديز وات؟ ميكانكس ستاديز موشن، اذا بتدرس حركه الاشياء. ات ستاديز موشن، حركه الاشياء مثل شو؟ مثل السياره، مثل ما قال لي رفيقي. ممكن تدرس حركة الأشياء مثلا اللي مثل مثلا مثل الكواكب، مثل الأقمار الصناعية، مثل الطيارات، أوكي. ممكن تدرس إذا بدك حركة الأجزاء اللي هنا موجودين بقلب الميكانيكال كلوك، أوكي، whatever it is. So this is what this is mechanics. طيب ماشي. أنا حطيت كصورة، أو الكتاب حاطت كصورة إذا بدك كchapter opener هيدي البيكتشر. شو الفكرة هون؟ شو اللي موجود عندي هون أنا بالبيكتشر؟ What's shown here؟ هيدا، اوكي، سو ذس از ذا رولر كوستر، هذا القطار السريع او القطار المجنون. طيب تمام، يعني مثلا اذا بدي اقول انه في شخص بيجي لنقول بيتولى تصميم هيدا التراك، اوكي، او الشخص اللي بيجي بيعمل صيانه لهيدا السيت اب الموجود عندي هون، شو لازم تكون شغلته هيدا بالاساس؟ اللي بده يجي يعمل صيانه، ايوه،
لازم يكون ميكانيكال انجينير 100%. اذا انا بكون عم بحكي عن شو؟ عن ميكانيكال انجينير. هذا الميكانيكال انجينير، هالميكانيكال انجينير هيدا بيكون اختصاصه علم الحركه اذا بدك. طيب شو بده يعمل هون؟ مثلا بده يشوف انه لما الترين لنقول بيصير بهيدي السيتويشن، تمام اوكي، لكن العالم كيف صاروا مشقلبين لتحت. رفيقكم هلا حكينا من شوي عن قوه الجاذبيه، لازم يحط قفوله للسيارات هون بشكل انه هول ما يوقعوا لما بيوصلوا لفوق، صح ولا لا؟ او لازم لما يوصلوا السيارات لفوق لازم يكون ماشيين مثلا بدفع معين او بسرعه معينه تكفيهم حتى تساعد اذا بدك القفول الموجودين هون انهم شو يعملوا، انهم يهدوا. طيب تمام، ممكن مثلا يسال ايه قال لي لا ماشي يا استاذ، عم اقول انه على السرعه ممكن ايه ممكن يسال مثلا حاله المهندس انه انا الترين هو موجود هون، جيت انا مثلا بسحب الترين لوين؟ لفوق. الترين بيكون ثابت على الارض هون، الباسنجر بيطلعوا مثلا او الناس اللي بيركبوا بهذا الترين بيطلعوا هون، شو بيعملوا شو اسمه مدينه الملاهي؟ بيسحبوا لهذا الترين لوين؟ لفوق 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 مشان يشرج. طيب بده يسال حاله انه هون مثلا التشين الجنزير اللي حاطه هون، هل يا ترى بيقدر يشيل وزن الكارز اللي عنده، وزن الاشخاص اللي موجودين لفوق؟ اوكي، الموتر اللي مركب تحت هيدا اللي بيسحب الجنزير لحتى يشد الترين لفوق، هل عنده القوه الكافيه حتى يقدر يشيل هيدا الوزن ويخليه يصير فوق؟ اوكي، هدول الاشياء كلياتهم، هدول مين بيكون عم يعمل الدراسه تبعهم؟ هو عم يعمل هيدا الديزاين، بيكون هو مين؟ الميكانيكال الانجينير، وهو اللي بيكون مسؤول بشكل اساسي عن صيانه شو؟ عن صيانه هيدي الاشياء. طيب تمام، اذا الميكانكس بتدرس اشياء مثل شو؟ مثل اوكي لنقول مثلا حركه الرولر كوستر. طيب ممكن الميكانيكال انجينير مثلا اذا بدك يشتغل بتصميم السيارات، يشتغل على موضوع السيفتي بقلب السياره، اوكي يعمل مثلا كراش تيست للاختبار الاصطدام للسيارات ويرفع السيفتي والسيكوريتي فيها. طيب تمام ماشي، انا هلا هون بهيدا الشابتر اوكي عندي بعض التيرمز، اوكي خلينا نرجع شوي صغيره، اوكي عندي بعض التيرمز. So in this chapter, now what do we have here? We have something which is called relative motion. Then we have a space frame of reference. Then coordinate system, position vector, displacement vector, trajectory, time reference, and what and duration. هولي يا جماعة، هولي الكلمات هن مغطيين بشيء اسمه chapter 14 in what in unit 4. إذا هدول هن الobjectives أو الترمز تبعون chapter 14 in what in unit 4 بآخر يونت بالكتاب. طيب هيتون نشوف، تعالوا نفككم كلياتهم هدف هدف أو كلمة كلمة. شو يعني relative motion؟ شو المقصود بهيدي الكلمة؟ أستاذ حركة معاكسة؟ relative معاكس؟ أو شو؟ relative معناها شو؟ relative معناها نسبي. أوكي؟ بتقول مثلا نحن ريليتيف تو بالنسبه لشيء معين. طب شو يعني موشن؟ مين بيقول لي شو يعني موشن؟ حركه. حركه اوكي. طيب سؤال مفاجئ، طب شو يعني حركه؟ What does it mean motion? What does it mean movement? شيء بيضرب ال شيء بيقدر يعمله بوقت معين، شيء مثل لما نقول مثل لما نقول 100 حصان بالساعه مثلا، هي مثال صغير. هلا انت عم تحكي هون، انت عم تحكي على السرعه، بس انت استعملت موجود في الجرافيتي والموفمنت، السرعه قصدي الفيلوسيتي. طيب تمام ماشي، حدا حكيني عن الاكزامبل اوف سبيد بس استعمل اليونت منها كثير ضايقه. ما بقول انا حصان بالساعه، بقول كم مايل بير اور او كم متر بير سكند او كيلومتر بير اور السرعه. اوكي، وفي كمان رفيقي كمان شو عم بيقول؟ كمان حكى عن شو؟ عن مسببات الحركه. ممكن انا اذا القلم هدا بايدي اذا فلتته تمام فجاه بيوقع عليه تحت تاثير الجاذبيه. تقريبا كل الافكار اللي عم تقولوها صحيحه، بس بحاجه لشو؟ بحاجه لتثبيت. ليك انت اذا عندك ساعه مثلا منها ديجيتال معلقه قدامك على الحيط، انت بتطلع على العقارب تبعونا، كيف تعرف اذا الساعه ماشيه ولا واقفه؟ كيف تعرف اذا بالطريق اذا كانت عم تتحرك؟ كيف تعرف الساعه ماشيه اذا كانت عم تتحرك؟ عم بفسر بس معنا. بتطلع على العقارب، العقارب شوفهم اذا كانوا ثابتين ولا عم يتحركوا، كيف تعرف اذا العقرب ثابت ولا عم يتحرك؟ عاده الساعه قدامك على الحيط، شو في عندك بيكون مثل فريم هيك اطار، اطار ثابت هيدا. ايه كمل يلا شوف شو نشوف اذا تغير المحل اللي كان فيه.
ايوه هيدا اللي بدنا نقوله. انت عندك علامات، تمام، عندك شحويط موجودين، ديفيجنز، ماركس، تقسيمات موجودين على هيدا الفريم. وعندك لنقول مثلا احنا احلى شيء بالنسبه لنا ناخذ عقرب الثواني، لا عقرب الدقائق بيطول كتير، يعني بده دقيقه لينتقل من محل لمحل. نجزه عقرب الساعات بده شو؟ بده ساعة لينتقل من ديفيجن لديفيجن تاني كبيرة جنبنا. ولكن اللي بيقفل برمي كاملة ثواني دول بالدقيقة، تمام، هو تبع السكندز، الار تبع شو؟ تبع السكندز. بتطلع على عقرب الثواني، بشوفوا اذا كان عم ينتقل، تمام، عم يغير البوزيشن تبعيته، ساعتها بعرف انه شو، انه الساعة شغالة بهالحالة. اذا مثل ما قلت لك يا رضوان، انه الحركة هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن change in what in position. change so it in is a change in what in position. تمام 100%. انا اذا عم بطلع بالسماء بشوف اذا هلا انا شايف نجمة ولا قمر اصطناعي. النجوم عادة بيكونوا شو؟ بيكونوا ثابتين، صح ولا لا؟ ما بيغيروا محلهم. اما اذا كان في عندي قمر اصطناعي مثلا، بتلاقي انه شو عم يعمل، او طياره، بتلاقيها شو عم تعمل، عم تسحب بالسماء، عم تتغير، عم تغير اللوكيشن تبعيتها. سو ذير از ا تشينج ان بوزيشن. بس ضفنا كلمه على قصه الموشن، انه شو هي الموشن ريليتيف. ومثل ما ترجمنا كلمه ريليتيف للعربي، هي معناتها شو؟ انها نسبيه. هلا بنشوف ليش الحركه نسبيه، حنعمل ديسكشن اذا الله رد نحن وياكم. طيب يا جماعه الخير، اذا وات از ميكانكس؟ سو ميكانكس از ا برانش اوف فيزيكس ذات فوكسز اون وات؟ That studies what? بدي كلمة بس منكم. Mechanics studies what? Motion. تمام. إذا هو علم الحركة. So it studies what? It studies motion. So mechanics is a part of physics. Okay. Is a subtopic of physics that studies what? That studies motion of what? Of objects. هلا تعالوا لكم شغلي. الشيء اللي كنتوا انتوا عم تقولوه بدنا نصنفه بقى، نرتبه بشكل افضل. الميكانكس يا جماعه الخير فيها تو برانشز، فيها فرعين. في فرع اسمه كينيماتكس وفي فرع اسمه داينامكس. يلي كان عم يقول لي عنه مصطفى انه في قوة الجاذبية ومدري شو وكذا، هيدا الكلام بنحكي عنه ببرانش شو اسمه، بفرع من الميكانكس اسمه الداينامكس. مثلا مين بيقول لي شو في عندي هون بالصورة؟ What do we have in this picture here؟ هاتوا شوف، حساعدكم انا هلا. يلا What do we have in the picture here؟ احنا all positions الحركة. في عندي سيارة، شو هول الأسهم الأربعة الموجودين هون المرسومين على السيارة؟ كل العوامل اللي بتخليها تقدر تمشي على السيارة. أوكي، الفورسز اللي على السيارة، العوامل اللي عم بتأثر على الحركة تبع السيارة. مثلا شو هو هذا السهم العمود اللي هو لتحت؟ هذا بيمثل تمام قوة الجاذبية لتحت. طيب سؤال، السيارة ليش بتضل مثلا تقدر ماشي على مستوى واحد، ما بتطلع أو بتنزل؟ في شيء مثبت على هيدا المستوى، تمام؟ شو هو هيدا الشيء؟ في قوة عكس الجاذبية ما بتخلي السيارة تقع لتحت، عم بتثبتها لهيدي السيارة على مستوى واحد، تخليها تمشي على مستوى واحد. شو اسمها هيدي الفورس اللي عكس الجاذبية؟ شو مسماها هون؟ سبورت فورس اوف ذا رود. انتم معودين تسموها السنة الماضية تسموها نورمال فورس او نورمال رياكشن. مثل انت اذا حطيت كتاب على الطاولة، شو اللي بيخلي الكتاب مثلا يكون ثابت على ارتفاع مثلا نقول متر ونص فوق الارض؟ هو النورمال رياكشن تبعته، النورمال رياكشن تبع سبورت او تبع شو، تبع التيبل. طب سؤال، شو اللي بيخلي السياره تتقدم لقدام، تتحرك لقدام؟ شو في عندك؟ في عندك الانجن فورس على البنزين مثلا. ايوه صحيح، مية بالمية. اذا انت عندك انجن جوا، هيدا الانجن لازم نشغله، لازم نحل البريكس تبعون الكار، لازم ندعس على البنزين لنولد قوة دفع. اذا في عندك اوكي، في عندك درايفنج فورس او في عندك تراكشن فورس. طيب تمام، هلا هيدي السيارة اذا انت شلت اجرك على البنزين، حتى لو الطريق منه طلوع، حتى لو الطريق اوكي ليفل، ايفن ذا رود از ليفل، بتلاقي انه السيارة هيدي بتبطئ مع الوقت، وبيجي وقت بتوقف. اذا انت بحاجة دائما تغذيها للانجن بالبنزين حتى تستمر الحركة. طيب شو السبب؟ ليه ما بدعس دعسه صغيره وخلص يلا بدل السياره كيرجي؟ فريكشن الان. اها في فريكشن، في عندك مقاومه، فريكشن وريزيستنس 100%. كلياتهم هول كلياتهم ريزيستنس صغير، وكلهم بينتموا لشيء اسمه شو؟ الفريكشنال فورس. طيب في احتكاك بين السياره وبين الهواء. طيب المهندسين ليخففوا هذا الاحتكاك مع الهواء شو بيعملوا؟ هات لشوف، ليخفف الاحتكاك مع الهواء هي والسيارة عم تتحرك، شو بيعمل هذا المهندس؟ بشو بيفكر؟ شكل السيارة ايوه، بيشتغل على شكلها، بيعملها ستريم لاين، بيعمل الشكل تبع السيارة انسيابي مشان هي وماشي تقدر تخترق الهواء بسهولة. إذا بتتذكروا السيارات القديمة، السيارات القديمة بيكون البوز تبعها من قدام هيك بيكون شو؟ بيكون ريكتانجلر، تمام؟
اوكي، فلما بيكون البوز تبعها عريض هيك، لو هي وماشي السياره شو بتعمل؟ بتخبط مع الهواء كتير، فهيدا بيعرق الحركه تبعها. ما هو شو بيعملوا هلا البوز تبع السياره؟ بيعملوه رفيع، مثل مثلا المنقار تبع الطير، او مثل شكل الدولفين، اوكي الى اخره. طيب تمام. وفي كمان عندك شو؟ عندك الاحتكاك مع الارض، كمان الدولفين هن ماشيين بيحتكوا مع الارض، صح ولا لا؟ اذا في عندك resistance force due to what? Due to the air and due to what? Due to the road. حتى بيصير في احتكاك كمان ما بين الاكسات وما بين الدولفين من جوا، بس لحتى يخففوه بيستعملوا بيرنجز، اوكي، مثل جلل معدنيه هيك، وبشحموها مش حتى تصير الحركه سهله. اذا هيدي الدسكشن اللي نحن عم نقولها نحن وياكم، انه مثل ما قال الوديع، انه في عندك عوامل عم تاثر على، او قوى خارجيه عم تاثر على حركه تبع السياره. هيدي وظيفه شو؟ وظيفه الداينامكس. طيب اذا ما بدي احكي ابدا عن الفورسز، ما بدي اجيب سيره الفورسز بالمره، تمام، بدي اقول بس في عندي شيء عم يتحرك، كيف عم تتغير الحركة تبعيته مع الوقت. مثلا أنا فيني أرسم يا جماعة الخير، لنقول مثلا مع الوقت، أعمل دراسة مع الوقت كيف عم تتغير سرعة هيدا الأوبجكت. طيب مثلا إذا جيت أنا رسمت لك هيدا الجراف، قلت لك أنه سرعة هيدي السيارة هيك عم تتطور مع الوقت، شو فيك تستنتج عن طبيعة الحركة تبع هيدي السيارة؟ How is this car moving؟ يلا من وراء هيدا الجراف اللي رسمت لك إياه. بسرعة واحدة ما بتتغير. آها، بسرعة واحدة ما بتتغير. ماشي تمام، معك حق، معك حق. أوكي، بسرعة واحدة ما بتتغير. كيف ممكن مثلا نحقق هيدا الشيء عندي؟ أنا لنعتبر هلا فيني ما أحكي عن الأسباب، خلص فيني أقول أنا السيارة هيدي شو؟ هي أوكي ماشي بسرعة ثابتة، بس ولكن إذا بدي فوت بالأسباب بدي أرجع على شو؟ بدي أرجع للعوامل اللي بتأثر على الحركة، للداينامكس. كيف ممكن يتحقق هيدا الشيء؟ ممكن أنا أعمل درايفنج فورس، المحرك يولد عندي أوكي درايفنج فورس قد أبدا أوكي الريزيستنس أو الفريكشنال فورس اللي وراه. إذا هيدي القوة وهيدي القوة اوكي كانوا قد بعض، مجموعة من قديش بيصير بيساوي؟ الصم لقلهم شو بيساوي؟ تخيل انت عندك اوكي 500 اوكي، تخيل عندك 500 نيوتنز اوكي فورورد على السيارة، وعندك 500 نيوتنز اوكي باكورد، بس تعمل لهم الصميشن لتشوف النت تبعهم او الريزلتنت تبعهم، اوكي شو بيطلع عندك؟ بيطلع عندك زيرو. ساعتها لا السرعه بتزيد ولا السرعه بتقل، ساعتها بتصير شو بتعمل؟ بتثبت مع الوقت. طيب ركبت انا بالسياره اوكي وانطلقت، شو بيصير بالسرعه مثلا مع الوقت؟ السرعه مع الوقت شو بتصير بتعمل؟ بتصير بتطلع بتطلع بتطلع. اوكي وصلت مثلا لقيمه من السرعه، خلاص صارت كافيه، ما عاد فيني بقى ازيد اكثر من هيك. اوكي ماشي بقلب شارع، او انا طلعت على الهاي واي وصلت مثلا للسبيد ليميت، ما بدي اكل ظبط، ما بدي الرادار يصورني، فساعتها شو بعمل؟ بثبت السرعه. قربت اوصل للديستنيشن تبعيتي اوكي، فشو بصير؟ بعمل بشيل اجري على البنزين، بعد شوي بدعس على الفريمات، شو بيصير بالسرعه مع الوقت؟ بتصير بتنزل بتنزل بتنزل، بترجع على شو؟ للزيرو. طيب اذا عم نحكي عن البوزيشن، على المسافه يلي عم تقطع السياره مثلا مع الوقت، for example the position of the car versus time. اذا كانت مثلا لنقول البوزيشن هيك ثابته، لنقول مثلا هيك، خليني اعطيك اكزامبل اوضح. لنعتبر في عندي حيط، وفي عندي اوكي غرض object طابه مثلا، المسافه اوكي distance x بين الطابه بين الحيط اوكي مع الوقت ما عم تتغير. What can you conclude about this object؟ هيك ولا شوف؟ يلا بدنا نعطيها دفشة. لا، شو السبب؟ لا بدك تعطيها دفشة؟ هو عم بيقول الأستاذ إنه شو السبب إنه ما عم بيختلف حجم الأكس يعني. صح، هو جاوبني بطريقة غير مباشرة، هو قال لي بدنا نعطيها دفشة، كأنه هو بشكل لا واعي أو بطريقة غير مباشرة شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي هيدي الشيء ما عم بيتحرك، معك حق ما بيتحرك. ما هو انت اذا المسافه بين الطابه بين الحيط عم تضلها هي ذاتها مع الوقت، تمام، معناتها this object is what is at rest. اوكي سو this object is at rest، اذا معناتها الموقع تبعه شو عامل هون؟ ثابت مع الوقت، معناتها this object is what is not moving. when something is not moving السبيد تبعيته شو بتساوي بهالحاله هيدي؟ the speed is equal to what in this case when something is not moving. اوكي اذا طلع على شغله لك هيدا الجراف، لك هيدا الجراف ولك هيدا الجراف. اوكي لك الجراف هون ستريت لاين، اوكي هوريزونتال ستريت لاين، وهيدا الجراف هوريزونتال ستريت لاين. هيدا له معنى، له مدلول، وهيدا له معنى ثاني. هيدا بيقول لي انه الاوبجكت ات ريست، هيدا بيقول لي انه الاوبجكت او الكار ماشي على سرعه ثابته. شو الفرق بين الجراف اللي هون والجراف اللي هون؟ هيدا عم يدرس السرعه مع الوقت okay versus time or but this one studies what studies the position versus what versus time.
مثل هالاشياء انا اوكي بلاقي بشو بالكينماتكس.